عام 2022 على أزمة واضحة في موضوع السيارات، ونحن الآن في الشهر الثاني من 23. هناك أزمة ليها علاقة بموديلات 2022، ونسأل الآن عن سوق السيارات، هل السيارات متوفرة؟ هل أسعارها انخفضت؟ هل هناك وكلاء قدروا ان هم يوفروا سيارات للناس اللي كانت حاجزة؟ هل لسه في اوفر برايس؟ كل دي أسئلة هامة جدا، لان انت احد اتنين، يا بتشتري عربية يا هتشتري عربية، يعني في سوق السيارات انت يا بتشتري يا هتشتري او هتبيع العربية اللي عندك، يعني انت برضو انت ليك علاقة بهذا السوق بشكل او اخر. الاستاذ محمود خيري خبير السيارات، اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا استاذ عمرو، اهلا بحضرتك. خلينا نسال، ايه هي ازمه موديلات 2022؟ وانت كنت اتكلمت في الموضوع ده وتنبأت فيه في 2022. طيب يا فندم، الازمه حاليا ان سيارات 2022 زي ما بلغت حضرتك من شهور تعاني ازمه عدم اخراجها من المواد، ويعني كلنا متفاهمين الوضع الاقتصادي، وكان يعني لانها مش اولويات أن تخرج السلع الأساسية، غذائية وعلف، هذا هو ما يحتاجه 90% من المواطنين، يعني تمام يمكن الاستغناء عن السلع، فمفهوم جدا أن الدولة وأن الأجهزة المسؤولة تتخذ هذا القرار. لكن عانينا من الأزمة اللي اتكلمنا عليها، أن السيارات التي لم تخرج 2022 ما زالت مكدسة في المواني، والقانون يمنع للأسف أن تخرج تلك السيارات طالما تجاوز موديل العام الحالي، يعني كده أصبح موديل سابق. القانون يمنع، وهذا قانون بقاله 40 سنة يعني، ويطبق وينفذ. لم نعاني تلك الأزمة من قبل، ولكن العالم كله الآن يعاني أزمة اقتصادية، فكان لابد أن نرى يوما ما تلك الأزمة. يعني فالأزمة أن هناك سيارات مكدسة ولها حاجزين، وما زالت أزمات الحاجزين مستمرة، وما زالت التوكيلات تخرج تلك السيارات أحيانا بشكل شخصي،